السلام عليكم البنات، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الرفيسة، طريقة ديال التحضير ديالها اللي سهلة وكل مغاربة كيعرفوا يصوبوها. فما كاين محسن منها في هذا الوقت نتاع البرد والشتاء. فالطريقة ديال التحضير ديالها سهلة ومشي مكلفة بزاف. ففي طنجرة كندير القياس ديال الدجاج، يعني قياس ديال العائلة اللي كاين ديال الدجاج. كندير جوج بصلات كبار مشنفين، كندير معلقة ديال البزار، معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال السكنجبير، كندير الملحة، قياس ديال الملحة، كندير نص كاس نتاع الزيت مخلط بالزيت البلدية وزيت رومية. وهذا كما كتشوفوا راس الحانوت اللي مدقوق على اليد ومصوب على اليد، فكيكون مجهد بزاف. كندير واحد الربيطه ديال معدنوس وقزبور وقردت واحد شويه. هنا عندي واحد 4 كاس نتاع الحلبه اللي كان مرقد قبل في الماء، وعندي كاس ديال العدس اللي تا هو كان مرقد في الماء. قلت لكم ربطة ديال القزبور والمعدنوس وراس كبير نتاع الثوم، اما تخليوه هكا كصاين اما كتحلوه بحال هكا. صافي، من بعد كنقلي كلشي. كنزيد دوك جوج معالق كبار نتاع راس الحانوت وكندير الماء يطيب حتى كيطيب، عاد كنروي به وصافي. كنسد عليها تقريبا واحد نص ساعه حتى 35 دقيقه حتى كنشوفوا ديك المرقه عقدات ولات مزيانه. وغنخليكم مع الكمال هذا الفيديو. Mm-hmm. Right now.